خلال اجتماعات الأمم المتحدة، شكري يؤكد أن التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة هو أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام. السلطات الليبية تعلن انعقاد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنا في 10 أكتوبر القادم. وزيلينسكي يصل كندا في مسعى لحشد مزيد من الدعم العسكري من الحلفاء في مواجهة العملية العسكرية الروسية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. تتواصل فعاليات اجتماعات الأمم المتحدة في دورتها 78 وسط نقاشات تشمل جميع المجالات العالمية من سلام ومناخ وطاقة. تشهد الجلسات مشاركة مصرية مميزة تنقل إلى العالم رؤية مصر إزاء العديد من القضايا والملفات الدولية. أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار لاستعادة دولته وإنقاذ هويته، واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعاته في الحرية والتنمية والكرامة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام هو التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري للجنة بناء السلام بالأمم المتحدة على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. واستعرض شكري رؤية مصر لتعزيز دور أنشطة اللجنة التي تتمثل في أهمية تواصل الاستجابة بين أنشطة حفظ وبناء السلام، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية المؤدية إلى النزاعات. وعلى جانب آخر، ترأس وزير الخارجية سامح شكري باعتباره رئيس الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ترأس الاجتماع الوزاري حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية بصورة مشتركة مع الرئيس المعين للدورة 28 لمؤتمر المناخ سلطان الجابر. خلال الاجتماع ذكر الوزير شكري ما تم التوصل إليه في شرم الشيخ من اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة، بما في ذلك صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار المناخية للدول النامية. كما أشار وزير الخارجية إلى أنه تبين خلال العام الجاري وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحالي تتطلب إنشاء آليات سريعة وفعالة للتعامل معها. وشدد وزير الخارجية على ضرورة قيام صندوق الخسائر والأضرار بامتلاك القدرة على دعم المرونة والاستجابة للظواهر البطيئة الحدوث، وتوفير الدعم المباشر للحكومات والمجتمعات التي تواجه كوارث وتداعيات مناخية. وعلى هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة بمدينة نيويورك، عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء مع وزير خارجية البرازيل مولورو فيبرا، وذلك بمقر الأمم المتحدة. تناول اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين، والتي يحتفل البلدان العام المقبل بمرور 100 عام على إقامتها، بالإضافة إلى بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تطلعهما للتعاون في إطار تجمع البريكس، كما تباحثا بشأن أبرز القضايا الدولية والإقليمية.
ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى نيويورك لمتابعة جزء من الفعاليات المتواصلة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نتابع. تعتبر كذلك حوضا حيويا للكربون، وبارتفاع مستويات درجات الحرارة في المحيطات وعلى الأرض والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا الصيف، أدت إلى احتراق بعض أجزاء الكوكب وتسببت في أعاصير وفيضانات وجفاف غير مسبوق. كل الأمم ينبغي أن تعمل معا من أجل الحفاظ على المحيطات كمكون أساسي من المنظومة البيئية على كوكب الأرض، والدول في تحالفنا لا تسعى لإعادة كتابة القوانين بل تسعى لتوضيحها، والدول الجزرية الصغيرة لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي بينما نرى بلادنا تغرق تحت أقدامنا أو تكبلنا الديون. التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئيس الوزراء الأردني بشر الخصونة وذلك في عمان. أكد رئيس مجلس الشيوخ خلال هذا اللقاء على خصوصية العلاقة المصرية الأردنية وتميزها على جميع المستويات، مشيدا بمستوى التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين الشقيقين ودورهما في تعزيز العلاقات الثنائية. كما لفت كذلك إلى التطابق الحقيقي والكبير في سياسات البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحة العربية والإقليمية والدولية. من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، لافتا إلى المكانة الخاصة لمصر وشعبها الشقيق. وإلى فلسطين، حيث أصيب فلسطيني في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على موقع شرق مدينة غزة. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية وافا أن طائرة حربية دون طيار استهدفت بصاروخين موقعا شرقي المدينة، ما أدى إلى إصابة مواطن وإلحاق أضرار مادية في الموقع المستهدف. كما قصفت دبابات الاحتلال موقعا جنوب شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. أعلنت ليبيا عن تنظيمها مؤتمرا دوليا في 10 أكتوبر لإعادة إعمار درنا التي دمرتها فيضانات فتاكة لإعادة إعمارها. دعت السلطات الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي في درنا، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة. ضرب الإعصار دانيال شرق ليبيا في 11 سبتمبر، وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنا، ما تسبب في تدفق المياه بقوة وبارتفاع أمطار، وذلك ليتم جرف أجزاء من المدينة بأبنيتها وببناها التحتية فضلا عن مقتل الآلاف. وصل الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إلى كندا قادما من الولايات المتحدة ضمن جولة يسعى خلالها لحشد مزيد من الدعم العسكري لبلاده. أعرب زيلينسكي خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي عن تقديره وشكره لدعم كندا لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية. تعد كندا واحدة من أقوى مؤيدي كييف، ومن المقرر أن تعلن خلال الزيارة أنها سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا وفقا لمسؤول حكومي. والآن يشارك زيلينسكي في جلسة لمجلس النواب الكندي. By the model you are showing. Young people around the world are seeing that a democratically elected voice is the real form of power. Monsieur le Président, depuis plus de 18 mois, vous êtes l'exemple même de la mobilisation populaire
une source d'inspiration pour le monde. اندلع حريق في المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود الواقع في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ذلك بعد تعرضه لقصف أوكراني، ما أسفر عن مقتل جندي روسي وإصابة آخرين، فضلا عن أضرار بالبنية التحتية المدنية. في غضون ذلك أعلن مسؤول روسي أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني غير مسبوق بعد ساعات من القصف الأوكراني الذي تم بصواريخ ستورم شادو. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 مدنيين وإصابة 9 آخرين، وذلك في قصف روسي على مقاطعة خرسون جنوبي أوكرانيا. وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية أوكرين فورم أن الطيران الروسي شن غارات جوية على قرية تياهينكا في منطقة بيرشلاف، بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي طرق قرية الفوف وتجمعي داريفكا وبيلو زيريكا، تتبع جميعها مدينة خيرسون في الجنوب. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لعدم إقحام الأمم المتحدة في المبادرات المسيسة بشأن أوكرانيا. وخلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد لافروف على ضرورة الالتزام الصارم من جانب قيادة الأمم المتحدة وجميع موظفيها بمبادئ الحياد والمسافة المتساوية المنصوص عليها في ميثاق المنظمة، مؤكدا عدم جواز اعتماد المعايير المزدوجة في وثائق الأمم المتحدة. كما اتهم لافروف الولايات المتحدة بانتهاك التزاماتها بعد رفض إصدار تأشيرات لدبلوماسيين من روسيا وذلك للمشاركة في فعاليات الأمم المتحدة. سلمت أوكرانيا دفعة من المساعدات المالية الثامنة والبالغة 1.5 مليار أورو كجزء من المساعدة المالية الكلية واسعة النطاق من الاتحاد الأوروبي للعام 2023. أفادت وزارة المالية بأن الميزانية قد تلقت هذا العام بالفعل 13.5 مليار يورو كأموال ميسرة من الاتحاد الأوروبي. صرح أيضا وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو أن المساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي تقدم مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار المالي وتسريع النصر في النزاع.
أعلنت الحكومة الروسية فرض قيود مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية. وأوضحت الحكومة أن القيود ستساعد على تشبع سوق الوقود، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين. لتفادي أي نقص محتمل في السوق الروسية، أعلن الكرملين فرض قيود مؤقتة على صادراتها من بنزين السيارات ووقود الديزل. سعر البنزين بالسوق المحلية الروسية ارتفع إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع بسبب ضعف الروبل وارتفاع أسعار النفط العالمية وأعمال الإصلاح في المصافي التي تحد من الإمدادات. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من قرار موسكو تمديد الخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام في خطوة منسقة مع السعودية وتهدف إلى دعم أسعار الخام العالمية. كما يتوقع أن تساعد القيود الروسية في إشباع السوق المحلية بالبلاد وخفض الأسعار في محطات الوقود. وأفادت وسائل إعلامية محلية أن المزارعين في بعض المناطق لم يتمكنوا من حصاد الحبوب بسبب نقص الوقود اللازم للآلات الزراعية. ويأتي ارتفاع أسعار الوقود مع تحذير البنك المركزي الروسي من تباطؤ النمو في النصف الثاني من عام 2023، وتجاوز التضخم الهدف الذي وضعه البنك المركزي عند 4%. وفي الوقت نفسه تتواصل الآثار الاقتصادية العالمية للعملية العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا وأيضا بروسيا، ما أدى إلى الارتفاع المطرد للتضخم بموسكو وانخفاض الروبل مقابل العملات الأخرى. أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة البريطانية تعافت جزئيا في أغسطس، وذلك مقارنة بيوليو الماضي الذي شهد هطول أمطار غزيرة. ذكر مكتب الإحصاءات البريطاني أن حجم المبيعات قد ارتفع بنسبة 4%، وذلك على أساس شهري بعد انخفاض بنسبة 1.1% في يوليو. وصل معدل التضخم في بريطانيا إلى 6.7% الشهر الماضي. أعلنت الحكومة الأسترالية أنها حققت وللمرة الأولى منذ 15 عاماً فائضاً في الميزانية قدره 14.2 مليار دولار في السنة المالية الماضية. وأشارت الحكومة إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلاد بما في ذلك خام الحديد والفحم والغاز، لكن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز قال إنه لا يتوقع فائضا آخرا في الميزانية في السنة المالية الحالية، مشيرا إلى الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة الأسترالية التي لا تزال تؤثر على النمو. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات ناغورنو كاراباخ الأرمينية قد بدأت في تسليم أسلحتها وعتادها العسكري تحت إشراف قوات حفظ السلام الروسية. كان انفصاليو كاراباخ قد أعلنوا أنهم يتفاوضون مع أذربيجان على سحب قواتهم من المنطقة بعد عملية عسكرية أذرية خاطفة. في غضون ذلك قال مستشار الرئاسة في أذربيجان حكمة حاجيجياف إن بلاده تعتزم إصدار عفو عن المقاتلين الأرمن من إقليم كاراباخ الذين يتخلون عن أسلحتهم. وفي المقابل أعرب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان عن أمله أن يستطيع الأرمن البقاء في إقليم كاراباخ. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة، حيث أوضح باشينيان أن بريفان ستضطر إلى إعادة توطين الأرمن إذا لم يعد من الممكن بقائهم في كاراباخ. هذا ويواصل مناهضون للحكومة في شوارع العاصمة الأرمينية يريفان تظاهراتهم لليوم الثالث على التوالي احتجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع الأزمة في ناغورنو كاراباخ. أغلقت مجموعات صغيرة من المتظاهرين شوارع في يريفان مهددة بتعطيل اجتماع الحكومة، ودعا المتظاهرون الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمساعدة السكان الأرمن في ناغورنو كاراباخ وإجلائهم إلى أرمينيا. هذا وقد حذرت شرطة مكافحة الشغب من أنها ستتخذ إجراءات خاصة إذا استمرت أعمال العنف.
خلال أيام ذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، هي الذكرى الغالية بتحرير الأرض الذي بذل من أجلها الآلاف من أرواحهم ودمائهم. اليوم لا تزال سيناء على موعد مع كفاح الأبطال من أبنائها، ولكن في دروب ومجالات التنمية المختلفة لتشهد أرض الفيروز تنمية شاملة. المزيد مع الزميلة ليلى عمر. أهلا بكم. بالتوازي مع عمليات تطهير أرض سيناء من الإرهاب، تبنت الدولة استراتيجية وطنية لتنمية أرض الفيروز ضمن خطة طموحة لتعميرها وجعلها منطقة استثمارية جاذبة عبر تنفيذ عدة مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وذلك باعتبار أن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة. ففي إطار خطة التنمية الشاملة في سيناء، وزعت الدولة تحركاتها على 3 محاور، وذلك من أجل تغيير شكل الحياة بالكامل في سيناء. فالمحور الأول تمثل في التنمية العمرانية المتكاملة، والثاني في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، أما المحور الثالث فكان خاصا بالتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لجميع المقومات التي تتمتع بها سيناء. وخلال السنوات الأخيرة بلغ حجم الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء ومدن القناة 700 مليار جنيه، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين صناعية وزراعية وتجارية، مع تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى تزيد من ربطها بباقي المحافظات وتقربها من قلب الوطن. وفي مجال ربط سيناء مع باقي المحافظات، تم تنفيذ ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق حتى نهاية عام 2022، وإنشاء 7 كباري عائمة على القناة بتكلفة 990 مليون جنيه. كما تم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه لتسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع. أما في مجال التنمية الزراعية، فعملت الدولة على زيادة مساحة الأراضي المستصلحة والمنزرعة بنسبة 176.7%، حيث بلغت 285 ألف فدان في عام 2022، بينما تصل مساحة مشروع تنمية سيناء إلى 1.1 مليون فدان، منها 285 ألف فدان مساحة منزرعة. كما تم إنشاء 18 تجمعاً زراعياً بإجمالي 2122 مستفيداً. ونحو تعمير أرض سيناء ومدن القناة، نفذت الدولة العديد من المدن الجديدة، لعل أبرز هذه المدن هي الإسماعيلية الجديدة ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد ومدينة الجلالة بمنطقة غرب قناة السويس مباشرة، والتي تعد مشروعا عملاقا يخدم عملية التنمية لهذا المحور اللوجستي المهم. وضمن خطة الدولة لتطوير العشوائيات، تم تنفيذ 131600 وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة بلغت 23.26 مليار جنيه. كما تم تنفيذ 54500 وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء خالية من العشوائيات غير الآمنة. أما في مجال الصحة، فتم إنشاء وتطوير 50 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه، وبأرقى ما وصل إليه العلم في بناء المستشفيات، فضلا عن إنشاء 154 مركزا ووحدة صحية، بينما تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء. إذن نقلة حضارية غير مسبوقة تشهدها شبه جزيرة سيناء خلال السنوات الأخيرة نتيجة توافر إرادة سياسية حقيقية، وقد آن الأوان لتنعم أرض سيناء المباركة بثمار تحريرها، وأن تشهد حضارة ونموا وعمرانا يحقق آمال أهلها. أكد رئيس العائلة المصرية في برلين علاء ثابت أن الجالية المصرية في ألمانيا من أكبر الجاليات في الخارج ارتباطا بمصر. يأتي ذلك في حين دشن بيت العائلة المصرية حملة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة في العاصمة الألمانية برلين تحت شعار كن مع الوطن. كما تقوم الحملة كذلك ببحث المصريين في ألمانيا للمشاركة بحث المصريين في ألمانيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
لذلك نظم حزب حماة الوطن بمحافظة الأسكندرية مؤتمرا جماهيريا، وذلك للإعلان عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة، وذلك لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية. شهد المؤتمر حضورا كبيرا لممثلي القبائل العربية والبدوية بغرب الأسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي، مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل. مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية للإعلان عن دعم ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والمشروعات القومية وتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك بحضور عدد كبير من قيادات وأعضاء اللجان المختلفة بالحزب بالمحافظة. اليوم نجتمع لهدفين لا ثالث لهما: تأكيد التكليفات ومراجعة تنفيذها، والحرص على تطوير الأداء. أما هدفنا الثاني هو تأكيد الحزب على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. النهاردة المؤتمر بيأتي في وقت حرج وحساس، ويأتي المؤتمر لمراجعة القواعد التنظيمية والإجراءات التنظيمية اللي اتخذها الحزب لدعم السيد الرئيس في انتخابات الرئاسة، وبالتالي هناك مراجعة للحزب ولكوادر الحزب وللكوادر التنظيمية لتأييد هذه المبادرة. اللجنة بتعتزم في الفترة المقبلة نشر الوعي والثقافة التي من شأنها أن ترفع من ذوق المواطن. المؤتمر شهد أيضا الإعلان عن خطة الحزب بالمحافظة في الاستعداد لحملة انتخابية لدعم الرئيس السيسي، وتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوضيح أسباب ورؤية الحزب في دعم الرئيس السيسي، حيث أكد الأعضاء على أن هذا المؤتمر يأتي تأكيدا على جهود الرئيس بتحقيق الأمن والاستقرار ودعم المبادرات التي نقلت المواطنين نقلة نوعية في المشروعات المجتمعية المختلفة. حزب حماة الوطن طبعا داعم رئيسي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما أنجزه من مشروعات، وحطنا على مصاف الدول بالمشروعات اللي احنا كنا شهود عيان عليها. الحقيقة احنا ده مؤتمر تنظيمي لحزب حماية الوطن لدعم لان احنا نعلن تأييدنا ودعمنا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحزب حماية الوطن من أول الأحزاب اللي كان دورها واضح وعلن دعمها لسيادة الرئيس. المؤتمر شهد حضورا كبيرا لممثلي القبائل العربية والبدوية بغرب الإسكندرية ومطروح للإعلان عن دعمهم للرئيس السيسي، مؤكدين أهمية المشروعات التي تمت بمناطق القبائل. احنا جينا النهاردة داعمين فخامة سيادة الرئيس بكل ثقة وبكل حب، لانه طبعا سياده الرئيس طبعا اللي عمله في مصر ما اتعملش نهائيا، ولا كان حتى اساسا انه يتعمل ولا بعد 100 سنه. لكن سياده الرئيس طبعا بكل قدراته الحكيمه، فالحمد لله رب العالمين مصر يعني اتغيرت جدا. احنا يعني بندعم الرئيس، يعني اول احنا بالنسبه لنطاق غرب الاسكندريه اللي هي نطاق جغرافي يعتبر ما بين محافظة مطروح ومحافظة اسكندرية، فاحنا بالنسبة لنا الوضع مع سيادة الرئيس اتغير 180 درجة بالنسبة للخدمات عندنا، من تطوير الوحدات الصحية ببناء المراكز الشبابية في مدينة برج العرب وفي منطقة أبو صير خاصة، المشاريع القومية اللي موجودة عندنا حاليا في الساحل، وإن شاء الله هتتيح فرص عمل كتير جدا للشباب. المؤتمر يأتي ضمن سلسلة لقاءات جماهيرية يعقدها حزب حماة الوطن بالمحافظات لتعريف المواطنين بالإنجازات التي قدمها الرئيس السيسي من أجل بناء جمهورية جديدة تستهدف مصلحة المواطنين، مع تنظيم زيارات ميدانية للوصول لكل المواطنين لحثهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي القادم. محمود جميل، التلفزيون المصري. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بمحافظات الجمهورية، نظمت إحدى جمعيات التحالف معرضا لتوزيع الآلاف من قطع الملابس، وشمل هذا المعرض عددا كبيرا من الشنط والأدوات المدرسية، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث تم توزيعه على أكثر من 3000 مستفيد من أبناء محافظة الجيزة. مع بداية عام دراسي جديد انطلق معرض كساء
التابع لجمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في منطقة العجوزة بالجيزة عشان يوفر الملابس لكل الأعمار وكمان احتياجات المدارس للأطفال في يوم كان مليء بالنشاط والتفاؤل. احنا النهارده مستهدفين كساء الاسر حوالي 3000 اسره 3000 فرد يعني ان شاء الله هيساعدوا بالملابس وادوات مدرسيه وشنط مدرسيه وحلوى الاطفال. الملابس النهارده بيتوفر معانا اكتر من حوالي 5000 قطعه ملابس. ال 5000 دول مقسمين لاصناف كتير اطفالي ورجالي وحريمي. بعد ما بتاخد اللبس بتاخدش على تلاك الشنط المدرسيه، جايبين شنط جديده بادوات مدرسيه كلها جديده لاطفالنا طبعا لان التعليم مهم جدا للأجيال الجاية. احنا بيبقى معانا عدد متطوعين كبير، بيبدأ ان كل متطوع ياخد مرافق ياخد أسرة تمام بيدخل معاها التراك يتأكد انها واخدة اللبس وعدد القطع اللي معاها ويتأكد انها واخدت كل حاجاتها يعني عشان ما تبقاش أسرة واخدة حاجة ناقصاها او كده. الجمعية وفرت من خلال المعرض 5000 قطعة عشان توزعهم على اكتر من 3000 مواطن من رجال وسيدات واطفال، وكمان وفرت شنط مدرسية ومنتجات ترفيهية لأولادنا واللي كانت عامل مهم في إدخال البهجة والسرور على كل الزوار. هنا عاملين زي كل قسم أو كل كارنفال بيقدم حاجة معينة، ملابس شنط زي ما انت شايف، أي حاجة ألعاب رسم على الوش فشار حاجات بسيطة قوي ممكن تسعد إنسان. والله نشكرهم جامد قوي 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 قوي، يعني بيتهموا باليتيم قوي والناس الغلابة، مش مهم يتيم بس يدور على الناس الغلابه ويسال عليهم وكتبوا اسامينا في الورق وجيبوا لنا الحاجات لحد البيت. اليوم كان حلو جدا والفرحه حلوه للاطفال اللي معانا بالذات. جيت عشان هناخد كتبات المدرسه شنطه المدرسه. انا كنت جايه اخد شنطه مدرسه ولما دخلت لقيت لبس احلى وبنشكر جمعيه رساله. جيت اخد للعيال لبس والدنيا حلوه وخدنا كل حاجه. كتر الف خيرهم وجزاهم الله كل خير. كلمه السر في المعرض كانت المتطوعين اللي تواجدوا من كل مكان عشان يشاركوا في مساعده الاهالي في الحصول على الملابس ومستلزمات الدراسه، واللي بدورهم ساعدوا ان المعرض يكون منظم عشان يوصل الدعم لمستحقيه. على هامش مشاركته الحالية باجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، استقبل وزير الخارجية سيد سامح شكري وفدا من ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية. خلال اللقاء أجرى الجانبان مناقشات مطولة حول مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية وأيضا سبل تعزيزها ودعمها بالشكل الذي يحقق مصالح طرفين. من جانبهم أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للدور المصري الهام في تعزيز الاستقرار والسلام وحل الأزمات في المنطقة بل وفي مناطق كثيرة من العالم، وهو الهدف الذي تصبو إليه شعوب المنطقة والعالم. انطلقت اليوم فعاليات مهرجان السماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية وذلك في دورته 16. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب لكي يطلعنا على انطلاقة هذا المهرجان. مستقبلا الشرق في الفجر والغرب في الغسق and the west is fulfilling the senses at dusk. ومرة أخرى ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب. محمد، هل لك أن تطلعنا على الأجواء لديك في انطلاق هذا المهرجان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني زملائي في الاستوديو بعد التحية بالفعل تواجد معكم الآن من قلب القاهرة التاريخية واللي بتحتضن واحد من أهم المهرجانات الدولية وهو مهرجان السماع الدولي في يعني
يعني دورته 16. يمكن النهارده بنتكلم على اهم مهرجان خاص بالاناشيد الدينيه والتواشيح الدينيه واللي بيشارك فيها اكثر من 30 فرقه على مستوى العالم. بنتكلم النهارده على اكثر من 30 فرقه جت للقاهره التاريخيه طبعا لامتاع الجماهير المصريه والجماهير العربيه اللي جايه تستمتع بهذا المهرجان الكبير والقوي. مهرجان سماع الدولي للاناشيد الدينيه والتواشيح له اهميه كبيره واكتسب شعبيه كبيره خلال الفتره الماضيه نظرا لما يقدمه طبعا من اغاني متفرده خاصه بالاغاني الدينيه والتواشيح الدينيه والتواشيح الخاصه بمدح النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا احنا يعني الجديد في هذا المهرجان هو التركيز بالتاكيد على الاغاني الروحيه، خاصه نحن نتحدث عن اقتراب المولد النبوي الشريف. كل عام وانتم بخير وكل عام والامه الاسلاميه دائما بخير. التركيز على هذا النوع من التواشيح الدينيه لقى قبول كبير من المواطنين ومن الزائرين. يمكن خلفي يعني كما ترون الصوره يعني العديد من المواطنين في الصوره الشمالي للقاهره التاريخيه يمتلئ عن اخره والذين حرصوا على ان يكونوا مستقبلا الشرق في الفكر وذي ايست نيرشينج ذا سول ات دون والغرب في الغسق. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري محمد الخطيب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وأيضا جنوب الصعيد. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المحافظات ومدن الجمهورية وعدد أيضا من العواصم والمدن العربية والعالمية. نتابع. Thank you.
وبأخبار الطقس مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية. لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. خلال اجتماعات الأمم المتحدة، شكري يؤكد أن التنفيذ الأمين لأجندة التنمية المستدامة هو أفضل سبيل للوقاية من النزاعات وبناء السلام. السلطات الليبية تعلن انعقاد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة دارنا في 10 من أكتوبر المقبل. زيلينسكي يصل كندا في مسعى لحشد مزيد من الدعم العسكري من الحلفاء في مواجهة العملية العسكرية الروسية. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة لا زال يتواصل مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير. مساء الخير يا ريهام. مساء الخير يا رجائي. مساء الخيرات. خلاص انتهى الصيف وبكرة بداية الخريف إن شاء الله. هنشوف بقى الجو هيبقى عامل إزاي. هو الجو على فكرة ابتدى يتحسن بالليل جدا، هو بس المشكلة كلها الصبح، يعني لسه حر شوية. لا، ما مع التغيرات المناخية اللي بتحصل دي أكيد حتى متهيأ لي التواريخ بتاعت بداية الفصول أعتقد هتتغير. إنها هتتغير. ده حقيقي. أكيد طبعاً معاكي النهاردة فقرات مختلفة دايماً بتكون في الويك أند، وأكيد يعني هيكون عندك وقت مختلف يعني علشان تستعرضي بقى كل الملفات دي إن شاء الله. بإذن الله. أنا بحييكم وبشكركم وبشكر كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ الحلقة.